متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية. تأثرت المملكة خلال اليومين الماضيين بأحوال جوية غير مستقرة في مناطق مختلفة ومتفرقة من المملكة، عملت على هطول بعض الزخات من الأمطار في بعض المناطق. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذا الأسبوع، فإن هذا الأسبوع سيكون متقلبا بعض الشيء، وسيتميز بالبرودة المتوقعة في ساعات الليل، وسيطرأ استقرار متوقع على الأجواء مع نهاية هذا الأسبوع. هذا هو الأسبوع تقريبا الأخير من شهر 11 وبدايات شهر 12. وبدايات شهر 12 طبعا من علم الأرصاد الجوية هي بداية فصل الشتاء، وشهر 12 يعتبر فصل الشتاء من ناحية علم الأرصاد الجوية. هذه الأحوال الجوية متوقعة إذن يوم الأحد. تستقر الأجواء عموما في أغلب المناطق، ظهور لبعض السحب والغيوم، درجات الحرارة تبقى تقريبا أقل بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، تتراوح تقريبا 15 إلى 19 فيما بين وسط وشمال المملكة، 12 درجة مئوية في جبال الشراء، 14 مثلا في معان، 22 درجة مئوية في العقبة، و16 درجة مئوية في المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. كما نلاحظ في ساعات الليل هناك تدني لدرجات الحرارة في بعض المناطق. أما يوم الاثنين فمن المتوقع أن تنشط تدريجيا سرعة الرياح الجنوبية الشرقية، مما يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل واضح في بعض المناطق. كما نلاحظ الأجواء تبقى مستقرة في أغلب ومختلف مناطق، ولك ظهور لبعض السحب والغيوم غير الممطرة، تسجل تقريبا في العاصمة بين 16 درجة مئوية إلى 8 درجات في ساعات الليل، في شمال المملكة ما بين 19 إلى 9، في جبال الشراء من 13 إلى 6 درجات مئوية، تكون من 15 إلى 6 في معان، وترتفع العظمى في خليج العقبة إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى تقريبا 14 درجة مئوية، وتكون من 17 إلى 8 درجات مئوية في البادية الشرقية. يوم الثلاثاء من المتوقع أن تتأثر المناطق الشرقية من المملكة على وجه التحديد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تجلب معها زخات غزيرة من الأمطار الرعدية في شرق المملكة في مناطق البادية الشرقية. كما نلاحظ مناطق أخرى من المملكة الأجواء بها مستقرة، لكن عدم الاستقرار الجوي تقريبا يبدأ من شرق الزرقاء والصفاوي ووصول إلى الرويشد، حيث من المتوقع أن تهطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار في تلك المناطق. وفي الجهة المقابلة تكون الأجواء مستقرة بوجه عام، تسجل تقريبا بين 15 إلى 9 في العاصمة عمان، 19 إلى 10 في المناطق الشمالية، 13 إلى 5 في جبال الشراء، وتكون ما بين 15 إلى 6 درجات مئوية في معان، و22 إلى 13 درجة مئوية في العقبة. أما في الرويشد فتكون ما بين 18 إلى 8 درجات مئوية. يوم الأربعاء من المتوقع أن تبقى المملكة تقريبا في بعض من أنحائها تحت تأثير بقايا هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. تكون المناطق الشرقية ما زالت بها الفرصة مهيئة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، قد تطال بعض أجزاء من العاصمة عمان خاصة مع ساعات الصباح على وجه التحديد، وتكون درجات الحرارة على النحو التالي: 14 إلى 9 في العاصمة، 18 إلى 9 في إربد، 12 إلى 7 درجات مئوية في جبال الشراء، 14 إلى 7 في البادية الجنوبية ومدينة معان، ومن 21 درجة مئوية في ساعات النهار في خليج العقبة، والصغرى 14 درجة مئوية، وتكون في شرق المملكة في البادية الشرقية مثلا إرويشد من 15 إلى 9 درجات مئوية. إذن يومين ثلاثاء والأربعاء بعض التغيير مرتقب على حالة الطقس، تبدأ على شكل أمطار رعدية محتملة يعني مساء يوم الثلاثاء، تتركز في المنطقة الشرقية، وربما تمتد صباحا يوم الأربعاء لتطال بعض المناطق الوسطى، ولكن ذلك ما زال غير ثابت، ولذا ندعوكم إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة تباعا. يوم الخميس تستقر الأجواء بشكل عام، لكن كما نلاحظ تبقى درجات الحرارة تقريبا مستقرة على نحو على ذات النحو منذ بداية الأسبوع، أقل بقليل من معدلاتها، أجواء باردة في ساعات الليل في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. هناك توقع تشكل الصقيع أيضا خلال هذا الأسبوع، سيما ليلة الاثنين على الثلاثاء في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية. نعود إلى يوم الخميس، أجواء مستقرة لا تغيير يذكر وكبير على الأحوال الجوية من ناحية درجات الحرارة. تنتهي تأثيرات الأحوال الجوية غير المستقرة المتوقع أن تمتد ما بين مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء. ونختم هذا الأسبوع بيوم الجمعة المتوقع أن يحصل عليه استقرار تام على الأجواء، مع أجواء يعني تقريبا غالبا مشمسة في معظم ومختلف مناطق المملكة. إذن هذا كان كل لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، نسأل الله أن يجعله أسبوع خيرا وبركة عليكم. سنقوم أيضا بإصدار النشرة الجوية الشهرية لشهر ديسمبر كانون أول، هذا الشهر الذي يعتبر الأول أو أول أشهر فصل الشتاء لهذا العام. دمتم بخير، إلى اللقاء.